وما زال حديثنا متواصل عن الصلاة، والنهاردة هنتكلم عن 14 حاجة لازم تعملهم في كل صلاة، ولو ما عملتش واحدة منهم بس صلاتك تكون باطلة. ال 14 حاجة دول هم أركان الصلاة. وقبل ما نتكلم عن أركان الصلاة لازم نفرق بين 3 حاجات مهمة جدا، اللي هم أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. أركان الصلاة هي ما لا يسقط جهلا ولا عمدا ولا سهوا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ركن من ال 14 ركن بتوع الصلاة لا يسقط عنك لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. يعني لو سبت واحدة منهم بس متعمدا فصلاتك باطلة، لو سبت واحدة منهم بس جهلا فصلاتك باطلة، لو سبت واحدة منهم بس سهوا فبرضه صلاتك باطلة. دي أركان الصلاة وكل ركن منهم مهم جدا وأساسي كي تقبل الصلاة. الحاجة التانية وهي واجبات الصلاة، وهي ما تبطل به عمدا ويسقط جهلا وسهوا. يعني إيه؟ يعني واجبات الصلاة دي لو ما عملتهاش متعمدا فالصلاة باطلة، أما إذا سهيت عنها أو جهلتها فصلاتك إن شاء الله مقبولة، لكن المهم أنك لا تتركها عمدا. وهذه الواجبات تجبر بسجود السهو، واللي هنتعرض له إن شاء الله في حلقات جاية. أما سنن الصلاة فهي ما لا تبطل به الصلاة عمدا ولا سهوا، يعني إذا فعلتها كان خيرا، وإذا تركتها سواء متعمدا أو سهوا أو جهلا فلا إثم عليك إن شاء الله وصلاتك مقبولة. ودلوقتي بعد ما قدرنا نفرق ما بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، يلا بسرعة نبدأ في موضوع الحلقة وهو أركان الصلاة. الأول قبل ما ننسى يا ريت تدعمني بلايك الفيديو وسبسكرايب القناة لو حضرتك مش مشترك معانا، ويلا بينا نبدأ الحلقة ونقول أركان الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة النهاردة هو أركان الصلاة. أركان الصلاة هي أشياء أساسية وضرورية، أي ركن من الأركان دي إذا لم تفعله فصلاتك باطلة، ولازم تحافظ على ال 14 ركن. أول هذه الأركان وهو النية، لابد أن تستحضر النية، والنية طبعا محلها القلب. ناس كتير بتقف وتقول اللهم إني نويت أصلي 4 ركعات فرض الظهر، والكلام ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية محلها القلب، لازم تستحضر الصلاة بنيتك والنية محلها القلب. الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ناس كتير قوي بتنساها أو بتجهلها أو بتسقطها عمدا، ودي مفتاح الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها. بعض الناس لما بيدخل المسجد والإمام في وضعية الركوع بيرفع إيديه ويركع دون أن يكبر تكبيرة الإحرام، الناس اللي بتعمل الحركة دي صلاتهم لا تقبل. لازم تفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، بعد كده بتكبر التكبيرة الثانية اللي هي تكبيرة الركوع. الركن رقم 3 وهو القيام مع القدرة. طبعا قلنا في حلقات قبل كده انه ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم رخصوا لنا رخص كثيرة جدا حتى لا نستثقل الصلاة وحتى لا نتركها ولا نتكاسل عنها، ومنها انك القيام يكون مع القدرة. اذا كنت قادر انك تقف فالوقوف شيء اساسي وركن من اركان الصلاة، اما اذا تعذر الوقوف لإصابة او لمرض او ما شابه فيرخص لك بالجلوس أو أن تصلي نائما إذا كنت طريح الفراش. الركن رقم 4 هو قراءة الفاتحة في كل ركعة. لا صلاة بدون فاتحة، لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة. الركن رقم 5 وهو الركوع. معروف أن كل الصلوات لها عدد من الركعات، فلا بد أن تركع، والركوع ركن أساسي من أركان الصلاة. الركن السادس هو القيام من الركوع، وده بنقول فيه سمع الله لمن حمده، والسبب في كده هو تخليد لتحميد أبو بكر الصديق عندما دخل المسجد متأخرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي راكعا ومن خلفه المسلمون، فركع أبو بكر الصديق وظل يحمد الله حمدا كثيرا على أنه لم تفته هذه الركعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل يحمد الله. وهنا نزل الأمين جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه أن الله قد سمع حمد أبي بكر، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق البشارة لأبي بكر الصديق، فعندما رفع من الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ففهمها أبي بكر وظلت هكذا إلى يوم الدين نقول في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. الركن السابع وهو السجود، والسجود من أركان الصلاة الأساسية، نسجد في كل ركعة سجدتين. الركن الثامن هو الجلوس بين السجدتين. الركن التاسع وده ركن مهم جدا ومعظمنا بيغفله، معظمنا بيتناساه، وهو الطمأنينة في جميع هذه الأركان. في كل ركن من الأركان لابد من الطمأنينة، لابد أن تكون عندك شيء من الروية والهدوء والطمأنينة وأنت تنفذ كل هذه الأركان، لا تنقر الصلاة نقرا كنقر الديك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
عندما دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بسرعة، النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلا بد من الطمأنينة في جميع أركان الصلاة. رقم 10 هو الجلوس للتشهد الأخير، وهذا الجلوس أساسي ومهم جدا وتبطل الصلاة بدونه. يمكن في التشهد الأوسط إذا سهوت ووقفت فلا شيء عليك، وبتجبر هذا السهو بسجود السهو، وزي ما قلنا في بداية الحلقة إن احنا هنتعرض لهذه الأمور في الحلقات القادمة إن شاء الله. الركن رقم 11 وهو التشهد الأخير وقراءة التشهد الأخير بتمعن وبتروي وبطمأنينة، زي ما قلنا في الركن رقم 9. الركن رقم 12 هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيكون في الصلاة الإبراهيمية، وده بيكون في الجزء الثاني من التشهد أو في النص الثاني من التشهد، بنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة شيء أساسي وركن من أركان الصلاة. الركن رقم 13 وهو التسليم، لا يعتبر الخروج من الصلاة، وده اتكلمنا عنه في فيديو هيظهر لحضرتك دلوقتي في علامة الآي، لما بنقول على جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول على جهة الشمال السلام عليكم ورحمة الله، فالفرق ما بين اليمين والشمال هيكون في الفيديو اللي قدام حضرتك دلوقتي في علامة الآي تقدر تطلع عليه. الركن رقم 14 والأخير هو الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الأركان بالترتيب، فلا بد من الترتيب، والترتيب ركن أساسي من أركان الصلاة، ما ينفعش تعمل ركن قبل الثاني ولا تأجل ركن بعد ركن. وبكده بنكون خلصنا جميع أركان الصلاة الـ14 ركن، بس كده بتكون خلصت حلقتنا، أتمنى أكون قدمت لحضراتكم معلومة جديدة، وانتظروني في حلقات قادمة إن شاء الله عن الصلاة، هنستكمل باقي أمور الصلاة. وما تنسوش تدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب القناة، وتتابعوني على فيسبوك وتيك توك وإنستجرام، واشوفكم على خير، سلام.